أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التحدي. حلقتنا الماضية وقفنا فيها عند منطقة الوعوب، وريحنا خيمنا، ثم انطلقت يا أخوي أبو عبد الله، وصلنا إلى منطقة فيها أيضا وعوب ومزارع وحجرات ونقوش قديمة. كيف كانت التجربة وياك أبو عبد الله؟ والله تعتبر جديدة يعني علي، يعني مسألة نقوش وشغلات هذه أول مرة تشوفها؟ أول مرة. عادة أبو عبد الله يدخل في رحلاته أو تحدياته يفكر بالتحدي بس، ما يفكر بهذه التفاصيل الصغيرة. أنا بشرك اليوم أنت في منطقة فيها تفاصيل كثيرة وعميقة. نحن اليوم في قرية جميلة فيها تاريخ عظيم، قرية المكسار أو نجد المكسار الجبلية. هذه القرية إن شاء الله هنتعرف على تفاصيلها، على بيوتها، ثم ننطلق في تحدينا الأهم اليوم اللي هو عبر مسار الشعرة. مسار ضيق صغير يدوب أنت تمشي فيها. من بيغلب فيه، أنا ولا أنت؟ بنشوف. شوف جاهز أنت؟ جاهز، وأنا عندي تحدي جديد حقك. تحدي خاص؟ نعم. وصوبك إن شاء الله بعد أغلبك فيه. حاضر. جاهز أنت؟ سعيد إن شاء الله. الله، النجد هو المكان المرتفع، أما كلمة المكسار لو رجعنا لمادتها في اللغة العربية بنشوف إن هي قصرة أو قصر، فتحمل عدة معاني. قصرة استصغر الشيء أو قلله، مثل ما يقول قصر الصلاة. شفتم كنا تحت في لوحة قرينا عليها يوجد حصى اسمها حصاة المكسار، ونقش عليها قراب الرفيصة 1200 وشيء كذي، 1200 وشيء هجر. شو رأيك ندورها؟ وين مكانها موجودة؟ شوف عبد الله، شو مكتوب؟ خراب الرفيصة 1288، معناه أن هذه المنطقة مرتبطة لها ارتباط مع الرفيصة، اللي هي المنطقة اللي قلنا كان فيها عين وحرير، فيها سد، ارتباط ما بينهم. أكيد الأهالي اللي هناك كانوا ساكنين، قد يكونون هذه بيوتهم الأصلية، قد تكون هذيك مثلا حضائرهم أو العكس. لكن بما أن فيه قلعة احنا نشوفها فوق، أو نقدر نقول بري أو برج، فأكيد في علاقة كبيرة، لأن إن شاء الله بنوصل فوق بنتأكد منها. 1288 توقع كم سنة؟ فوق المية؟ لو حسبناها 1288 هجري معناها بالميلادي تقريبا 1871، يعني تتكلم عن 148 أو 149 سنة عمر هذا النقش. فالقرية كم عمرها؟ مثل ما مكتوب تحت يمكن لاحظنا 300 سنة عمر القرية منذ تم بنائها. شوف هذا المبنى، شو تتوقع؟ السلام. وهذا الدليل على الناس كانت متعلمة ودارسة وتعرف. أكيد مهندسين. السلام. مسجد. تخيل طلع مسجد هذا. هذا المحراب. المحراب يا زين. شوف طريقة البناء أنت. أربع هالخشب خبرتك عنه، اللي هو خشب الكندل. خشب الكندل، لاحظ فوق خشب الكندل ويا الدعوم. استخدام مادة الجص وهي الصخر في طريقة البناء. يا سلام، شوف هذه اللي يستخدمون الصخر بدال الكندل بدال الخشب. هندسة. كم تتوقع عدد سكان هذه القرية؟ قليل طبعا. انت قستها على المسجد صح؟ ايوه. دائما الرجال كانوا في أسفار وفيها، اللي يقعدون هني هم الكبار يعني مثل ما يقولون، أو الشباب اللي قريبين يخدمون أهلهم أو يحمون قريبهم مثل ما يقولون يحمون أهلهم. لكن بشكل عام أتوقع من 40 إلى 50 رجل يعني قد يسكن في هذه القرية. شوف المحراب كيف سووه، سبحان الله، تقويسة هذه بالصخر. سبحان الله.
لاحظ لو تلاحظ انهم قاعد على صخره كبيره، شوف مجموعه من الصخور هذه كانت ثابته هنا، تم بناء المسجد عليه، يعني هي صارت القواعد، قواعد المسجد. بس المكان له روح يعني ثابت. طبعا اثبت شيء، يقول لك القريه بنيت قبل 300 سنه لليوم عايشه، شو تتوقع هذا؟ نجرب؟ جرب قوته شوفها. قوية. سبحان الله، شوف هاي السدرة كيف مياله، مسوي ظلة. يعني انت عقب الصلاة تصلي في المسجد يجتمع المصلين هني، هذا مكانهم. سبحان الله، عشان كذا سبحان الله، يعني رب العالمين لما فرض صلاة الجماعة على الرجال بالذات لأجل أن يجتمعون ألفة وجماعة، أي ألفة وجماعة بينهم. سبحان الله، السدرة عاد هاي ممكن مكان ممكن بعد صغارية هني يحطون لها محبال ورجوحة مريحانة. نعم يا سلام. طبعا احنا هذه ما تنفع لنا رجوحة، ما تنفع. شو تنفع له؟ احنا شيء ثاني. شو؟ ناوي نية شر مبين عليك. طمن، قوية أقوى ما تتصور. السدرة دائما يستخدمون أغصانها. لا شو براك أبو عبد الله، شو ياك؟ عضلات بطن هذه؟ هذه بطن. يا الله، هذا أسلوب الخفاش، أسلوب الخفاش هذا. كمل طريقنا، ورانا مشوار فوق أبو عبد الله. أنت تحب وايد تتسلق، تحب وايد تلعب. لاحظ هنا أنواع مختلفة من البيوت بعبد الله. هذا على شكل خيمة، لاحظ الدتشة برا شوي واطية، وداخل مستخدمين يذع النخل ويا الكندل ويا الدعن، كمبار، اليص، الصخر. حتى الهندسة شوف هنا فتحات، هذه تحط داخلها اللي هي الفنار وهالأشياء بحيث إنه يضوي المكان. شوف عبد الله، البارحه كنا هنا احنا شينا هالمساحه كلها ما شاء الله. شوف من هنا كيف شوف الدنيا، فرق لما تكون في الوادي ولما تكون فوق. لاحظ هنا تو اثار، شوف شو كبرها. هذا الحيوان اكل لحوم، كيف تعرف انه اكل لحوم؟ نخال لها اصابع، بينما اكل النباتات نفس العنز نفس الغزال تلقى له كذي، له مثل ما تقول ظفرين كذي. سلفة. هذه ساحة حسن المقصار يا أبو عبد الله، ريح شوي ريح. هني في تاريخ عظيم جميل لازم تعرفه، علاقة ما بين المقصار والرابي، ما بين هالجبلين. شو العلاقة؟ جبل الشرقي والجبل الغربي، علاقة تواصل، علاقة دفاع، علاقة أخوة ما بين أهل هالمناطق وأهل هذيك المناطق. سبحان الله، يعني انت لو تشوف الرابي وانت واقف عليه برج الرابي تشوف اطلالته مباشره على المقصار. انت قلت انه في علاقه بين البرجين، شلون كان التواصل يعني بينهم؟ شوف يعني مثل ما احنا الحين في زمننا عندنا السوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، سواء واتساب، فيسبوك، سناب، انستغرام، غيره. هم كذلك في زمنهم كان عندهم وسائل تواصل،
على حسب الأدوات المتوفرة عندهم، يعني استخدام الضوء، استخدام طلقات نارية معينة، استخدام نداءات معينة تدل على مثلا وجود أعداء لا سمح الله، أو وجود أفراح أو أحزان، أو حتى تجار زائرينهم، يعني مثال أهل الجبل كيف يعرفون التجار يعين البحر؟ في إشارات معينة يرسلونها. كذلك كيف يعرفون أن في أعداء نيائيين أو شيء لا سمح الله معتدين على البلد؟ كذلك من خلال إشارات معينة. فكانوا يستخدمون الأدوات المتاحة عندهم، لهذا وضع هذا البري أو البرج في هذه المنطقة. إحنا الآن أمام نسمة حلوة، خلينا نتعرف على البرج، نشوف هندسته كيف كانت، شوف صناعته كيف يا بسعيد البرج. الله، هندسة معمارية، هندسة الأبراج. فتحات شو سالفتها هاي؟ سبحان الله، هندسة الأبراج كذي تيك من تحت، قاعدة قوية ثم ترتفع 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 لين فوق. لما تيجي الهندسة الدفاعية لا تكون مختلفة. لاحظ أني أبو عبد الله هذه الفتحة، سمع عنها؟ هذه فتحة السبطانة البندقية، دخلها من داخل إذا كان العدو قريب، إذا كان بعيد في فتحات أخرى فوق. نتعرف على بالداخل، شو رأيك ندخل داخله؟ يا سلام، هذه مرتفعة وايد عاد، هذه تحتاج تسلق. تحتاج تسلق. تقدر تتسلق أبو عبد الله؟ ممكن، ثابت، صخور قوية. لو ما في مسكات يعني واضحة جدا، لكن أتصور هذه لعباتك طبعا. أنا بكون تحت سبورت حقك، بكون يعني داعم حقك من تحت، وأنت تجي تطلع. أوكي، لو لا سمح الله طحت أو شيء. لحظة شوي، لا موري طيب وزايد، لا تفكر. عبد الله تأكد أن الأمور كلها تمام داخل، ما في أي مشاكل؟ ما في أي مشاكل، شيك أن المكان يقدر يسعنا نحن الاثنين؟ ممكن وأكثر. بس أطني يدك. سلام، شوف هندسة الأبراج يا عبد الله، شوف هذه رمانات وتتعلق عليها أسلحة. وعندك هنا شوف فوق الخشب الكندل، وفوقه الدعم. هذا شو اللي تحت؟ هذه الفتحات، هذه فتحات السبطان والأسلحة. شوف من كل جهة، من كل زاوية أنت تقدر تشوف الوضع كيف. يا سلام، وفيها ميلان الأسفل بعد. بالضبط، بحيث أن المعتدي ما يقدر يوصل لك وأنت تقدر توصل له، هو ما يقدر يشوفك وأنت تقدر تشوفه. سبحان الله، كيف كانوا مهندسين. نطلع فوق أبو عبد الله، هذا سلم صخري، شوف كيف مسواي بطريقة. شوف هذه أول وحدة اللي تحت الصغيرة. أي بالضبط، هو الأصل تطلع عليه بهالطريقة. بالضبط، هني فتحات أبو عبد الله، السلاح يوصل لمدى أبعد من خلال هالفتحة، ويقدر يتحرك الجندي بطريقة أسهل. كذلك هذا الأمر فوق. شو رأيك بهالبرج؟ تحس برهبة المكان، ها؟ تحس برهبة يعني كيف كانوا يدافعوا عن هالأرض. عبد الله، تعرفنا على القرية، على الحصن، على البرج. الحين باجي ننطلق لرحلتنا الجبلية. استعد؟ نصلي أول؟ نصلي؟ طالع تحت ونتوكل على الله. عبد الله، التحدي الآن نحن نمشي في هذا المسار، أنا أسميه مسار الشعر لأنه أشبه بالشعر. أنت بتشوف نفسك تمشي أشبه بالشعر. اللي أبغى منك أول شيء تفهمه كيفية طريق أو أسلوب بناء المسارات الجبلية وشو أنواعها. فأثناء مشينا إن شاء الله بنمشي على هذا الموال، أن نتكلم عن شو هي الأشياء اللي بنسويها في هذا المسار وكيف هي أصلا بنيت. دامنا طالعين رحلة قوية لازم نراعي فيها معايير السلامة. تصنيفات المسارات لها مثل ما تقول مستويات، مستوى ضعيف، مستوى متوسط، مستوى سهل، مستوى صعب، ولها ألوان معينة. المستوى الصعب يكون أسود عادة، مستوى اللون الأخضر مسار متدرج ب
بيكون شو الصعب هنا في المنطقة عندنا؟ الصعب هني ان انت بتمشي الان في مسار تقدر تقول انت ما تشوف فيه وين توازنك، هل هو يمين هل هو يسار، الان بتحس فيه وانت تمشي. واثناء ان شاء الله المشي راح نتكلم اكثر عن اسلوب بناء المسارات الجبلية وشو انواعها. هذا المسار اللي بنمشي فيه الان ذهابا وعودة على نفس المسار، بعكس المسار اللي مشينا فيه في الحلقة الماضية اللي هو كان المسار الحلقي اللي يلف تماما على نقطة ويرجع لنفس النقطة، لكن من جهة أخرى فيصير شراط الحلقة، وهذا مختلف وهذا مختلف. مسار اليوم في صعود كثير ونزول كثير بعكس مسار الحلقة الماضية اللي هو كان فيه تقريبا مستوى واحد طوال الوقت، لكن كانت فيه صخور متحركة. هني الصخور مش متحركة، هني قد الصخرة تطيح كامل، أنت تسقط بكامل قوتك من خلال هذه الصخرة إذا ما وقفت عليها أو إذا رميت جسمك كله عليها. توكل على الله. توكل على الله. جاهز؟ بسم الله. شوف نفس هاي الصخور أبو عبد الله، دائما تكون حذر منها، لاحظ حركتها، قد انت توقف في نهايتها كذي محط ثقلك كامل عليها فتقوم تسقط عنها، فدائما حاول انك تدوس وتقفز على طول اللي بعدها وما ترمي وزنك كامل عليها. بالضبط. دائما عند رسم المسارات الجبليه او مسارات انا اسميها مسارات المشي الجبلي، دائما يقول لك شو المشاهدات اللي بشوفها، دائما يسالونك شو هي المشاهدات اللي بشوفها. ضمن أهم المشاهدات هي الآثار أو الطبيعة أو مثلا شيء اللي هو مميز له ذكرى قديمة أو شيء، كل ما هو جمع معلومات أكثر أثناء سيره في الطبيعة راح يكون سعيد أكثر. طيب الشواخص الصخرية، الشواخص الصخرية هي أثناء رسم المسار المهندسين يعتمدون على وضع بعض الصخور كشواخص علشان العمال أو اللي يبنون المسار يبدون يمشون عليها، يعرفون أن هذا المكان يمر أمام أثر فيتبعون هذه الصخور. تلاحظ هنا في شخص، هنا أيضا في شخص، هناك في شخص، ولاحظ أن الشواخص كلها ما داخل داخل الحجرات الأثرية. الشيء المميز في هذا المسار انك انت بتبنيه على الصخور، بتترك التحديات او العقبات اللي موجوده فيه كما هي، مستواه راح يكون اللون الاسود بحيث زائري المكان يدركون ان هذا المسار مش سهل. شجره الشو ابو عبد الله من الاشجار اللي مفيده جدا في الطبيعة الجبلية، كانوا يستخدمونها لأسباب طبية كثيرة الأوليين. هذه الشجرة سبحان الله تتعرض، يعني صارت نادرة هذه الأيام عندنا في المناطق الجبلية بحكم أنها قامت تتعرض كثير لسواء الاحتطاب الجائر أو أحياناً لعوامل طبيعية قد تقتلها. على سبيل المثال هذه الصخرة مثلاً لما تسقط على هذه الشجرة لاحظ ما بقى من غصنها شيء فبدت تيبس. غير أنها هي هذه الشجرة سبحان الله يعني العلماء بحثوا فيها إن هي دائما تمر بحالات يسمونها حالات الحزن. أنا قرأت عن هذه المعلومة إن هي تبدأ تجفف نفسها بنفسها، قد تكون أسباب صحية، قد تكون أسباب يعني تزيد من عمرها أو إنها تنثر بذورها، لكن في كل الأحوال يعني يصير شكلها كذي كأنها مريضة. شفت كيف؟ فهاي من الأشجار مهمة جدا واللي بتشوفها دائما في الجبال، ولكن هذه الأيام بشكل أقل. الحين أبو عبد الله بنبدأ مرحلة صعود تصاعدي. أثناء رسم المسار أيضا لازم تحرص على هالشيء، الأماكن اللي فيها ارتفاعات لابد أن تكون صخور يعني على شكل سلالم توضع في هذا المكان بحيث أنها تسهل على مرتادي المسار صعود هذه الارتفاعات. ما راح يأثر على الطبيعة المسار هذا؟ لهذا السبب، لهذا السبب ذكرت لك أن لازم نحرص دائما على استخدام الطبيعة نفسها، يعني إحنا نطوع الطبيعة
في صنع المسارات اللي تخدم الإنسان، وليس العكس أن احنا نستهلك الطبيعة أو أن احنا نضر الطبيعة لأجل الإنسان. تحرص دائما في السير في الجبال على المشي بطريقة نقدر نسميها اللي هي متعرجة، ليس السير مباشرة، كذلك النزول لا يكون نزول مباشر، يكون بطريقة متعرجة. استخدام الحذاء، لاحظ هذه الحصى، الحذاء المناسب لاحظ خليك تقدر توقف عليها، لكن إذا كان الحذاء غير مناسب خليك ها. نزولك بهذه الطريقة خطأ، نزولك بهذه الطريقة خطأ، نزولك لازم يكون بهذه الطريقة، بحيث أنك أنت موازن نفسك، شفت كيف؟ بهذه الطريقة. نكمل. هذه آخر نقطة في مسارنا يا أبو عبد الله. يا سلام، هني نبني شاخص لنا، نبني شاخص كل ما ينا نتذكر هذا المكان، وكل ما يا أحد يتذكر أنه زار هذا المكان إن شاء الله وكمل الشاخص مالنا. فلازم نسوي شاخص قاعدته قوية جدا. نجمع أول شيء الصخور، مو نجيبها، راح نجمعها من هني من حولنا، تكون صخور شوي كبيرة، ويفضل أنها تكون يعني صخور حرة، مو في الأرض تماما، لا تكون فوق صخرة على صخرة وعلى شكل مستوي. شوف عبد الله، مثل هاي الصخرة هاي تكون قاعدة وايد حلوة. اوكي اساعدك. يبلي مثلها، هذه بتكون قاعدتنا، هذا نبني عليها ان شاء الله الشخص ثابتة وممتازة. نبغى بعد وحدة شوي، شوف لاحظ هاي واحدة ثابتة عشان ما نحط تحتها أي شيء، نحاول ندور بحيث مصنعها تكون أكبر شاخص وثابت من تحت. لا الطريقة ما تمشي؟ لا ما يمشي، هاي خليها عقب، لازم نبحث عن صخرة مشابهة لها بحيث القاعدة تكون قوية. إذا كانت القاعدة قوية هذه ممكن، لكنها صغيرة، نبحث عن شيء أكبر. نقدر نوصلها لصر قدمة مزايد هذي. شوف أهم شيء اللي تحت ما يتحرك، لأن أنت تحط مالك هاي، إن هو اللي تحت ما ثابت، أنت تحط مالك هاي بالطريقة اللي يعني كل واحد يثبت اللي تحت، بس هو مسؤول عن اللي تحت، عرفت؟ خلاص تدام تحركت الحين، خلاص كله تحرك، ما تثبت كذا. اصبر شوي ابو عبد الله، الحين شوف هذا خلاص ثابت، الحين اللي فوق هي لازم تي تتحطه بطريقه ما لها دخل باللي تحت، معناها ما فيها وزن تكون، يعني لا انت تقدر بطريقه معينه. شوف الحين هاي وزن مثلا، لكن حاول مثلا عرفت شو الفكره؟ مالك شغل بالهاي، الحين انت ما تحرك كمان، تقدر هاي نفسها. الرد البناء من جديد. كيف كانت الرحلة يا عبد الله؟ زينة جيدة، لكن لحد لا ما عشت التحدي. ما عشتها؟ أو أنا ما فهم شو معنى التحدي. يا سلام عليك، التحدي هو أنك أول شيء تتحدى نفسك، تتحدى ذاتك، تخليها تتعرف على الأرض، تتعرف على تضاريس هذه الأرض، تتعرف على الجبال، تتعرف على المغامرات على أصولها، مثل ما احنا قاعد نسوي الآن في الحلقة الأولى والثانية والثالثة وغيرها، نحن قاعدين نتعرف على الأرض
رويدنا رويدا ندخل إن شاء الله في التحديات الحقيقية. لو دخلت في التحدي مباشرة بدون ما تتعرف على أصول هذا التحدي، أصول هاي الأرض اللي أنت بتمارس فيها التحدي، أنت بتكون دخلت دخلة غلط. فنحن شوي شوي إن شاء الله ندخل معك، التحدي القادم راح يكون تحت قيادتك بأدواتك وبأسلوبك، وأنا بكون خلفك إن شاء الله وشد حيلك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نختم هذه الحلقة، ونتمنى إذا أنتوا عملتوا نفس هذا التحدي أو نفس هذه الجولة في هجة المقصار الجبلية أنكم تشاركونا عبر واسم التحدي، ونستودعكم الله.